الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة عليهم السلام. مبل قال إيتي ناي كابتن عندتات إيمان بتوم الأختينياتات مؤماني. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. زياتهم ملأختات ناي رب باروت مخانهم نعوم نجزهم زي كونس نحدا الله. خلقهم الله من نور. رب سبحانه وتعالى خبرهان يفتيرو يطيعون الله ولا يعصونه رب سبحانه وتعالى مؤززات يوم اي عمصوني لهم ارواح هيوت اللوم روح اللوم واجساد اكلون اللوم وعقول دمع عقلي امرون اللوم وقلوب لبون اللوم عالم غيبي لا نراهم زياتهم بعيني زي الرأي زي نريهم رب زفترهم فطرة لا يعلمون الغيب انه المسائين تا كم زهون زي فلتو اكالاتهم لا يعبدون انعومن املخوي نغبر لهم نؤمن بهم برب زفطورن فطورات مخانو من امن وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسماء مثل جبريل عليه السلام رب سبحانه وتعالى زغلص لنا شماتهم كم جبريل زامسله بشم زتغلص لنا ومؤمن ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اعمال مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي كصراحه تخم زلوم مؤمن نابنت كم جبريل مالتيو السنتا يزغبر كبرب سبحانه وتعالى تزاز امطي نتو ملختنيا ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفات مثل لا يعصون الله ما امرهم كمتي رب زغلصلنا نعاتهم بحرياتهم دما نرب مؤززات مخانهم نابنت زتغسلنا مؤمن ونؤمن بجميع الاخبار التي جاءت عنهم والله اعلم رب سبحانه وتعالى بزعبؤ ما بقران زغلصو بحفشؤ نامن مالتي